weeks ago here in Morocco. I would like to congratulate the government of Morocco for organizing this year's Rorschach Tea. Data, and then the issue is how to extract this data from them for the public use, and there is a role for government for well-designed policies to stimulate. الهدف هو تقليص عدد الجرحى إلى النصف. إذن أيضا هناك الهدف 11 من الأهداف التنمية المستدامة، وهي الحصول على وسائل نقل مستدامة. اليوم مدينة مراكش احتضنت واحد الحدث هو الجائزة ديال كوفي عنان للسلامة الطرقية. هذه ثاني مرة اللي تنظم فيها هذه الجائزة وهذه الجائزة تنظمها الأمم المتحدة في شخص الممثل الخاص للأمين العام، وأيضا الجامعة الاقتصادية لأفريقيا. وبطبع هذه السنة المغرب يساهم في تنظيم ديال هذا الحدث. هذا الحدث الهدف ديالو هو الاعتراف بالجهود يعني التدابير وبالمشاريع اللي تقوم بها البلدان الافريقيه في قطاع السلامه الطرقيه. القاره الافريقيه كيف تتعرفوا عندها يعني مؤهلات جد مهمه، وعندها شباب جد يعني مهم اللي غادي يخلي هذه القاره غادي تعيش مستقبل زاهر. الا انه المشكل ديال السلامه الطرقيه في هذه القاره مشكل كبير، بحيث انه يعني العدد ديال الوفيات والجرحى البالغه تقريبا 26 في كل 100,000 شخص مقارنه مع المعدل العالمي ديال 10. فلازم التدخل باش هذه الكارثه نحدوا منها. فالمغرب تحت الرعايه الساميه ديال سيدنا عنده تجربه مهمه في السلامه الطرقيه، وسيدنا الله ينصرو كان عطى واحد الدفعه قويه خلال الاجتماع اللي تراس شخصيا سنه 2005، الاجتماع البين الوزاري، وهذا اللي جعل المغرب اليوم يكون عنده واحد العدد ديال المؤهلات، لا من استراتيجيه، لا من الوكاله الوطنيه اللي تحدثت في 2020، لا من جميع اللجان اللي تشتغل في هذا الموضوع. هذا على المستوى المركزي كاين اللجنه اللي تتراسها السيد رئيس الحكومه، كاين اللجنه اللي تتراسها وزير النقل، وكاين اللجان الجهويه اللي تتراسها السادات الاولى. المغرب في الاستراتيجيه ديالو الثانيه عنده واحد الهدف جد طموح، هو كان عنده التقليص بالنص مقارنه مع 2015 في سنه 2022. ملي تنجيو نشوفوا التقييم ديال هذه الاستراتيجيه اليوم تيبان بانه كاين واحد المنحه يعني ايجابي، بحيث انه كاين واحد الانخفاض 7% في 23 مقارنه مع 2015، ولكن تنبقاو بعاد من 25% اللي كنا باغيينها حنايا في سنه 2022. ولكن كاين واحد التفاوت ما بين الفئات المستعمله للطرق في بلادنا. تنشوفوا المستعملين ديال السيارات 30% ديال النقصان، تشوفوا الشاحنات 30% ديال النقصان، تنشوفوا كل يعني المستعملين الا الدراجات الناريه، الدراجات الناريه كاين واحد الزياده ديال 36%. فبالنسبه لنا خصنا نقوموا بمبادره استعجاليه بالنسبه للاستعمال ديال الدراجات الناريه، وهذا يعني هذه فرصه باش نوجه نداء للمستعملين ديال الدراجات الناريه باش نقول لهم بانهم ولا بدا يستعملوا الخودة، ولا بدا يحترموا قانون السير، يحترموا الضوء الاحمر، يحترموا السرعه الى اخره. وان شاء الله يعني حنقوموا حنايا بالتقييم ديال الاستراتيجيه في نصف المطاف ديالها، بحيث انه استراتيجيه ديال 10 سنوات وحنايا فات 5 سنوات الان، وغادي نخرجوا ببرامج عمل اللي تنتمنى وتقدر تحسن من الاداء ديالنا في هذا الموضوع ديال السلامه الطرقيه، وتوصلنا للهدف اللي كنا نبغيوه ديال سميتو النقص بالنصف ديال عدد الحوادث المميته
الجروح اللي تتأدي الجروح البالغة. الرقمنة زعما هو موضوع استراتيجي على مستوى النقل الطرقي، لان بدينا في الاستعمال ديال الرقمنه ماشي في اليوم، بدينا الرقمنه منذ الاستراتيجيه الاولى ديال السلامه الطرقيه، حيث ان مدونه السير الطرقي اللي ديال سنه 2010 هي اللي وضعت الاسس ديال الرقمنه في مجال السلامه الطرقيه، اللي كتم كل ما هو اوتوماتيزاسيون ديال المراقبه الطرقيه، استعمال الوسائل التقنيه الحديثه في امتحانات الحصول على رخصه السياقه، استعمال التقنيات الحديثه في المجال ديال لو كونترول تكنيك ولا المراقبه التقنيه ديال المركبات، ثم استعمالها ايضا في انظمه مندمجه بجميع الفاعلين في مجال السلامه الطرقيه، باش نتوفروا على مؤشرات اللي هما فعاله واللي يمكن يعاونونا في اننا اونسيبل لي زاكسيون ديال السلامه الطرقيه في بلادنا. ما تخرجوا، ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارطاجيو المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.